تمضي الإدارة العامة للمرور وبالشراكة مع القطاع الخاص إلى إطلاق العديد من الحملات المرورية بهدف نشر ثقافة الالتزام بقوانين السير لدى سائقي المركبات وضمان سلامة مستخدمي الطريق عبر خفض نسبة الحوادث المرورية بشكل كبير والابتعاد عن السلوكيات الخاطئة. عبر حملات ميدانية وتقنيات رصد مرورية حديثة ودوريات خارجية مزودة بأرقى تقنيات المراقبة تابعة للإدارة العامة للمرور، سارعت الإدارة عبر منتسبيها إلى وضع حد لعديد الشاحنات المخالفة التي لم تراعي اشتراطات السلامة المرورية، حيث تم سحب ما يزيد على 56 رخصة قيادة لسائقين تم التأكد من خلو مركباتهم من تلك المعايير الواجب توفرها في الآليات الثقيلة، ليثبت حينها أن من الممكن أن تكون سببا في التقليل من معدلات السلامة وتهديد أرواح مستخدمي الطريق بشكل أو بآخر. فهناك طبعا شق توعوي وشق تنفيذ قانون، واضطرت الإدارة العامة للمرور لتنفيذ طبعا هذه الحملة من بداية يناير 2019 في رصد طبعا حوالي 56 طبعا سحب رخصة من قبل سواق الشاحنات لعدم التزامهم طبعا بالمسار الصحيح، بعدم تغطية الشاحنة بالحمولة. وبدافع الوقاية والدراية وتوجيه الأنظار نحو أهمية الالتزام بقواعد المرور والثوابت التي تقوم عليها السياقة النموذجية التي تقي الأرواح من مخاطر تحوم حولها وبالكاد يذكر زمن حدوثها الذي لا يتجاوز أجزاء من الثانية، أوجدت الإدارة العامة للمرور طريقة تحفيزية عبر مبادرة مرورية أسمتها شكرا، أرادت من خلالها توسيع نطاق الأفكار الإيجابية في عقول السائقين على اختلاف فئات رخصهم والمركبات التي يقودونها ومدى التزامهم بضوابط الشارع وبالسرعة المحددة التي تناسب الطرق التي يسلكونها. من خلال هذه الحملة اللي تم إطلاقها حملة شكرا حققت نجاح كبير في مملكة البحرين، من خلال طبعا هناك سواق يترقبون دوريات الإدارة العامة للمرور وليس بالهرب من دوريات الإدارة العامة للمرور في طبعا الحصول أو التأكد من طبعا التزام بالحزام الأمان والتزام بالسياقة الصحيحة في طرقات مملكة البحرين. وإحنا كشركة نفط البحرين متمثلين بقسم سديم قسم البطاقة الذكية للتزود بالوقود، يشرفنا أن احنا نكون الرعاة الرسميين لهذه الحملة اللي تعزز من خلالها السلامة العامة وتحفيز جميع مستخدمي الطرق للالتزام بالقواعد المرورية. أتمنى يعني يكون الشايق على دراية وعلم، والآن الحمد لله يعني ناحية التثقيف في المرور ما شاء الله قايمين الواجب الجماعة كلهم، وعلى الشايق يعني يلتزم. فكرة تشجع يعني صراحة تشجع، أنا أول مرة الواحد يشوف إن في نتيجة حق إنه يكون سائق ملتزم. وايد استانست يعني، وايد حملة زينة إن إحنا يعني اللي ملتزمين تراعونا وتعطونا هالأشياء. ترى في ناس ينتظرونكم وخاصة في سيارات السباق، ترى حاسبوا، ترى في ناس تنتظركم، أهاليكم، زوجاتكم، عيالكم، والله يرجعكم بالسلامة. حملة تشجيعية من المؤكد أن تفعل روح المنافسة بين السائقين في مراعاة أعلى معايير القيادة والابتعاد عن السلوكيات الخاطئة، متجنبين وساوس الأخذ بثقة الطيش وممارسة الأفعال السلبية التي لا تقيهم مصارع السوء والندم على ما جرى. حملات توعوية تأتي على قياس ما تتطلبه سلامة الشارع وأرواح المارين فيه بمركباتهم، ويدعم إطلاقها رغبة المعنيين في رؤية هبوط واضح لمؤشرات الحوادث التي ستأخذ طريقها بقوة إلى ارتفاع منسوبها إن لم يوجد ذلك الرادع المناسب الذي يحد من حدوثها. لتلفزيون البحرين، أحمد رشيدات.